السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم جيت راح نخدم معكم زدر كروشي جديد بالصوف، إن شاء الله يعجبكم بإذن الله. أولا حبيت نقول لكم الأخوات على طلباتهم، راهي على عيني وراسي وراهم في البال، غير يصبروا لي شوية وراهي رسائلهم توصلني أول بأول، ونشكرهم بزاف على دعمهم وتشجيعهم ليا. نبدأ بالزدر تاع اليوم ونشوفوا كيفاش نخدموه وكيفاش يجي داير. اليوم حنخدمه معكم. هذا الورد عبارة عن وردات، هذا الصدر عفوا عبارة عن وردات كيما هكذا، ويجي الجنب تاعهم هكذا، شوف يجي كيما هكذا. دوك انا اليوم نخدم معكم هذا الزدر، يجي فيه ثلاث وردات او مخدوم بالصوف. هذا الزدر فيه ثلاث وردات، انا الثالثه مازال ما درتهاش، تما درت واحده غوز بومبو بالصوف، واحدة بلو بالصوف، دوكا ندير واحدة غوز بومبو بالصوف. دوكا هنايا هذا الجنب درتو غير وريقات، يعني ما درتش وردات كيما هكذا. دوكا انا اليوم حنخدم معاكم الوردة الثالثة ونوري لكم كيفاش نخدمو الكم ونخدمو هذا الجنب كيما هكذا والكم، ونوري لكم كيفاش ثاني نلصقوا الوردة هنايا مع هذا الجنب بإذن الله. نبداو على بركة الله، نشوفوا واش يلزمنا باش نخدمو هذا الزدر. هذا الزدر قلت لكم مخدوم، شوفوا بالصوف. باش نخدمو هذا الزر اخواتي واش لازم يكون عندنا، لازم يكون عندنا هذا الكوتون، شوفوا يجي هكذايا بريون، شوفوا يجي بشعر هكذايا، شوفوا هذا باش نديرو به الفينيسيون تاعنا كيما هكذا. هنايا نديرو به الفينيسيون، ولازم يكون عندنا الصوف. الصوف خير انتي واش تحبي الالوان اللي تحبيها، انا درت غوز بومبو درت البلو هدايا، الازرق والغوز بومبو هدايا، انتي خيري الالوان اللي تحبي. دوكا نبداو على بركة الله. اول حاجة نبداو نديروها، نديرو السنسلة، نديرو العقدة الأولى هكذا، نديرو سنسلة فيها ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة كيما هكذا، ستة. واش نديرو نقفلو هكذا، نقفلو بمنزلقة كيما هكذا. دوكا واش نديرو، نديرو ماي سيغي، نديرو ستة، نديرو اثناعشر ماي سيغي، يعني وحدة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نهبطوا شوية العمل تاعي كيما هكذا، عشرة احداشر اثناشر، ونقفلو هنايا، شوفو هنايا دخلو هنايا ونقفلو بمزلقة هكذا كيما هكذا. في هذه المرحلة واش نديرو دوكا، هنا بعد ما قفلنا بمزلقة دوكا نديرو سنسلة فيها أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، شوفو دوكا واش نديرو، نديرو عمود بلفتين هكذايا، وفي نفس ال هنايا وين هنايا وين قفلنا منزلقة، في نفس اللي طلعنا بسلسلة فيها عمود هنايا نديرو عمود هكذا كيما هكذا، يعني هذا عمود بلفتين، يعني وهنايا طلعنا بسلسلة فيها أربعة وفي نفس العين. يعني دوكا واش نديرو، نديرو سلسلة فيها ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، درنا ستة. دوكا واش نديرو، نزيدو نلفو الخيط، نديرو عمود باش نخدمو عمود بلفتين. واش نديرو، عندنا هنايا ماي سيغي ما نخدموش فيها، نخدمو لي موراها، يعني هنا شوفي هكذا هكذا، شوفي بصح وشنو ما نقفلوش، نبقاو كيما هكذا. واش نديرو، نزيدو نلفو العمود، نديرو عمود بلفتين في نفس العين هكذا هكذا. دوكا واش ندير، دوكا نقفل هنايا، دوكا نقفل هكذا، شفتو كيفاش هكذا. دوكا واش نزيد ندير، ندير تاني، ندير ستة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعاود تاني عمود بلفتين. واش ندير تاني، نخلي عوينة هنايا تاع الماي سيغي ونروح ماي سيغي لي موراها الأمام تاعها. واش ندير تاني، عمود بلفتين، نعاود هكذا هنايا، قلنا تسمى ماي سيغي نديرو فيها وماي سيغي منديروش فيها هكذا، وما نقفلش هنايا، يعني نخليها هكذا، ونزيد تاني في نفس العين ندير عمود بلفتين
هكذا ونقفل. دوك انا واش ندير؟ دوك نخدم كيما هكذا 6 مرات، يعني دوك نزيد 3 واحد اخرين، ودائما نخدم سلسله فيها 4 هنايا باش طلعنا، ودائما ندير عمود بلفتين، يعني وهنايا بيناتهم 6. دوك انا نكمل نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي بعد ما كملت العمل تاعي هدايا، شوفوا كيفاش درنا 16 عمود، كل عمود بلفتين، ويعني درنا 6 مرات، يعني كل اسم زوج مع بعضهم، 1 2 3 4 5 6، وبيناتهم دائما سلسله فيها 6. دوكا دوش نديرو؟ دوكا باش نلصقوا العمل تاعنا هنايا باش نقفلوه، شوفوا نجيو المنتصف هنايا ونقفلو بمنزلقه هكذا، شوف نزيدو نشدوها مليح هكذا. هنا شوفوا دوك هذا هو العمل تاعنا كيما هكذا الاول. دوك واش نديرو؟ سلسله فيها 3 3، شفتوا 3. دوك شوفوا، شفتوا هذا العمود الاول هنايا، هذايا هذا العمود هذا، دوك نشدو، شوفوا كيفاش شديتو هكذا، شديتو راني طبقت العمل تاعي، شوفوا هكذا شديتو، سمع راني في الوجه، شوف شديتو كيما هكذا هكذا، نلفوا الكروشي على الصناره تاعنا، الخيط على الصناره، وندخلو هنايا شوفوا، ونجبدو الخيط هكذا، ونجبدو هذا الخيط هكذا، ما نقفلوش العمل تاعنا، نخلوه نزيدو نخدمو عمود واحد اخر كيما هكذا، شوفوا دائما نخلو نشدو خيط ونطلقو زوج خيوط كيما هكذا، نخدمو هذا العمل 9 مرات كيما هكذا، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس، هذا السابع، هذا 8، وهذا 9. راح نخدمه هنايا كما خدمنا في لي سوكات، نفس الغرزة نفس العمل اللي حنخدمه هنايا، خدمنا في لي سوكات نخدمو هنا. شوفوا واش نديرو بعد ما خدمنا 9 تاع أعمدة كيما هكذا، واش نديرو؟ نخلوهم هادو كامل مفتوحين، مش مربوطين يعني مش معقودين. شوفوا واش نديرو؟ ندخلو الكروشي هنايا هكذا، شوفي، ونشدو نرمو خيط واحد فقط كيما هكذا. من بعد واش تعودي ديري؟ تزيدي تجبدي الخيط هكذا، راني يعني لفيتو شوفي هكذا، وجبدتو هنا، نطلق زوج خيوطة، شتي كيفاش؟ يعني هاي سهلة، شوف ها هي لا، شوف هادي مر هكذا. دوكا واش نزيد نفس الحكاية، نعود نجبد الخيط ونطلق زوج خيوطة كيما هكذا، شوف هكذا هكذا، ماشي صعيبة سهلة. سمعتو لي؟ تدخلي الكروشي وتجبدي الخيط وتطلقي زوج خيوطة، شوفي هكذا كيما هكذا كيما هكذا، شوفي حتى الأخير. هنا الأخير هنا واش ديري؟ هنا ديري سلسلة فيها 3، يعني ديري 1 2 3. هنا واش ديري؟ شتي وين بديتي السلسلة؟ درتي 3 هنايا، شوفي العوينة هادي الأولى، دخلي الكروشي وجبدي قفلي بمنزلقة مباشرة كيما هكذا، ومن بعد شوفي واش ديري. هاي دوكا أنا دوكا راني فتحت الوردة تاعي، شوفي كيما هكذا هكذا، شوفي هذا هو هكذا، دوكا فتحتها، دوكا هنايا شوفي هنايا ندخل الكروشي ونجبد الخيط ونقفل بمنزلقة كذلك هكذا، هاي شوفي. تسمى هادي 3 اللي طلعنا بها باش تبان هكاك شغل الوريقة تجي هكذا واقفة باينة، يعني كيما هكذا، دوك نوريلك يعني باش تجي معنا كيما هكذا، هنايا هكذا تجي عندنا هنايا هكا، تجي واقفة هكا. دوكا واش نديرو؟ دوكا بعد ما درنا هكذا، شتو ذاك العمود هنا خدمناه الأول، دوكا هذا العمود الثاني نزيدو نشدوه كيما هكذا، ونلفو الكروشي على الخيط على الكروشي كيما هكذا السنارة تاعنا، هذا العمود اللي كان مقابلو، تسمى كنا نديرو زوج أعمدة. دوكا تاني نفس الحكاية نعاودها، نخدم ندير هكذا، وما نقفلش العمل دائما نخلي مفتوح هكذا، ونجبد الخيط ونطلق زوج خيوطة. هنا تاني نكرر العملية، نديرها 9 مرات هكذا، شوفي يعني ندخل الكروشي ونجبد الخيط ونطلق زوج خيوطة كيما هكذا، وما نقفلش العمل تاعي، نخليه باش من بعد في الأخير نلمو كامل مع بعضه باش يتشكلنا ديك الوريقة في الوردة هكذا، ودائما نطلقو زوج خيوطة كيما قلت لكم هكذا. هكذا دوكا نحسب شحال درت، درت 6 9، دوكا خلاص درت انا 9. دوكا واش ندير؟ دوكا نلف، شوفوا راني يعني كملت نورمالمون، حنا خلاص هاي كملت درت 9. دوكا هنا شوفي نلف الخيط
كروشي الخيط الكروشي ونجبد هنايا. شوفوا العوينه الاولى ما نقفلها ما ندير غير نرمي نطيش نقيس غير خيط واحد هكذا كما هكذا نزيد نشد ونعود نرمي بزوج خيوط هكذا غير في الاول فقط نرمي خيط واحد ومن بعد نجبد ونرمي بزوج خيوط. شوفي هكذا وهكذا هاهي ماشي صعيبه سهله جربيها سهله ومن بعد تعجبك تولي تحبي انت تخدميها هاهي. لا شوفي هكذا هنا الاخير شوفي هنا في الاخير كي كملت هنايا كملت شوفي دوكا واش ندير نقلب العمل تاعي هكذا دوك حنا كنا نخدمو هكذا دوك انا كملت هنا نقلب العمل تاعي كيما شوفوا شفتوا هذيك اللي هنايا هذيك ثلاثه سلسله فيها ثلاثه وقفلتها بمزاريقه وقفلتها بمزاريقه دوكا بما اني كملت هنايا باش تبان هكا الوريقه تاعنا واقفه كيما هكذا واش نديرو شوفي نجيو لهنا امامها ندخلوا الخيط الكروشي ونجبدوا الخيط ونقفلوا هكذا صافي دوكا هنا كي قفلنا هكا نديرو سلسله فيها ثلاثه نديرو واحد اثنان ثلاثه يعني شوفوا الوريقه تاعنا كيفاش تجي معنا هكذا كما هكذا دوكا بما انه دوكا قفلنا ودرنا سلسله فيها ثلاثه دوك واش ندير شوفوا هو دوكا هنايا نجي لهنا شوفوا هنا قلب في الوسط هنا هكذا نتمنى يكون باين الشرح شوفي هنا في الوسط دخلي شوفي الكروشي ها هو درنا سلسله حندخلو هنا يسمى شوفي ولكن بالمقلوب نقلب نشدو الورده تاعنا كيما هكا من الاسفل نطبقوها وشوفي هاي تجي سهله شوفي هكذا ندخلو كروشي ونجبدو الخيط ونقفلو هنايا مليح ودوكا واش نديرو دوكا هنايا بعد ما قفلنا الورقه تاعنا هنايا في القلب يعني من الاسفل هنا يعني هنايا قفلناها هنايا دوكا واش ندير السلسله اللي درنا فيها سته هذه واش نديرو دوكا هذه نعمرها بسبعه ماي سيغي يعني شوف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة شوفي السابع ونحطه السابع نديروه في هنا في قلب ال هكذا ونقفل هنايا درنا ستة السابع قفلناه في قلب الأعمدة هادوما بلفتين نطلع بسلسة فيها ثلاثة ثلاثة ونعود نخدم تاني في نفس العمل يعني نشد هذه الوريق هذا العمود كيما هكذا نشدوه بيدينا العمود الاول اسمع دي شوفي نخدموا العمود هذا كي نكملوا نعودوا نخدموا في العمود الثاني هكذا شوفي نشدوا هذا العمود هكذا نلفوا الخيط وهنايا نخدموا فيها انا نخدموا في العمود هذاك اللي وريته لك هكذا ونديروا تاني تسعة هكذا هكذا شوفي نديرو تسعة ولكن العمل تاعنا ما نقفلوش نخلو دائما مفتوح خطر في الاخير باش نقفلو مع بعضا باش يتشكلنا الوريقة عندنا نزيد واحد هكذا كيما هكذا ومن بعد شو قلنا ولا نديرو نطلقو خيط واحد وبعد نعودو نجبدو الخيط ونطلقو بزوج خيوطة كيما هكذا هكذا تعود تجينا الورقه معنا تشكل غير بشويه بشويه تشكل الورق هكذا ونديرو سلسله فيها ثلاثه كما قلت لكم هكذا ونقفلو هنايا في اول السلسله نجبدو ونقفلو منزلقه ونقلبو هذه شوفي هذه الورده دوكا نقلبوها كما هكذا ونجيبو هنايا في الاول هنايا في راس الاخر ندخلو الكروشي منزلقه كذلك دوكا تاني نفس الحكايه تشدي وتخدمي تاني هنايا في العمود الثاني هنايا هكذا زيدي تخدمي يعني دوكا انايا نوري لكم كيفاش تخدم شوفي تجي كيما هكذا هكذا شفتي كيفاش سما انا دوكا خدمت هدايا دوكا نزيد نخدم هذا ودائما بيناتهم دائما ديري ماي سيغي سبعة السابع تلصقيه في العمود يعني انا دوكا كون نخدم هنا كي نكمل هذه الوريقه كون نخدم هنا ستة يعني السابع لصقوا هنا كما وريت لكم هكذا دوكا انا واش ندير نكملها كامل نعاود نرجع لكم هنا اخواتي بعد ما خدمت خمسة تاع وردات تاع اوراق شوفوا كيما هكذا تاع الورده دوكا باش نوريكم ثاني كيفاش نخدموا هذه الورقه الاخيره ولصقوا العمل تاعنا باش نلصقوه هنايا دوكا شوفوا هنا بعد ما خدمت هكذا هنايا شوفي خدمت هنايا هنايا ربطتها وسيتها من اللور كيما هكذا هنايا خي باش يبقى لي واقفه كيما هكذا دوكا واش ندير ندير سلسله فيها ثلاثه واحد اثنان ثلاثه دائما قلنا باش نقفلوا العمل تاعنا شوفي هنايا شوفي هنا في قلب في الوسط يعني شوفي هنا شتي الورده هذه هنايا
هنا يعني شوفي نقلبوا العمل تاعنا نجيبوه هنايا هكذا. شوفي نجيبوه هكذا، واش ندير؟ نجيب الكروشي تاع الخيط تاعي بالكروشي هكذا، شد شويه مليح ونقفل العمل تاعي كيما هكذا هاك. دوكا واش ندير سلسله فيها؟ دوكا ما نديرش سلسله خلاص، كملنا. دوكا نديرو ماي سيري، يعني نديرو 7 ماي سيري، 1 2 3 4 5 6 وهنا 7 نلصقو هنايا العمود يسمى في 7 هادوما ونديروهم، نديرو فوق السلسله اللي فيها 6. دوكا نطلع بسلسله فيها 3، 1 2 3 قلنا وين نخدموا الورقه تاعنا؟ عندنا دائما هنايا، هنايا زوج اعمده باربع لفات بلفتين، زوج اعمده بلفتين في نفس العين من الاسفل ومن الامام، من الاسفل ومن الفوق. دوكا يعني العمود هذا الاول هو اللي نخدموا فيه الورقه. ها هي لا شوف نشدو هكذا، ها شوف يعني ما رانيش نروح للخلف ولا لا لا، انا نخدم دائما الامام. هنايا ثاني واش ندير؟ كما قلت لكم نجبدو الخيط ونرمز خيوطه هكذا، نديرو عمود هكذا شوفي ها هو هاك. هكذا دائما نديرو 9 قلنا، كيما هكذا هكذا. نحسبو شحال عندنا؟ عندنا 6 8 نزيد 1 اللي هو 9. هكذا نجبدو الخيط، دوكا نرمو خيط واحد فقط كيما هكذا كيما قلنا، ونعودو بزوج خيوطه نرمو هكذا، ماهيش صعيبه هكذا. قلنا نديرو السلسله فيها 3، 1 2 3 هذه الثالثة. وين نقفلو؟ قلنا الأولى ما بالمزلقة. شوفي هنا سلسلة 1 2 3 في الأولى هنايا هكذا، شوفي ندخلو الكروشي ونجبدو الخيط هكذا، ومن بعد واش ندير؟ هكذا شوفي هاني فتحت الوردة الوريقة تاعي تاع الوردة هكذا شوفي، من بعد نزيد تاني هنايا ندخل ونجبد، من بعد نروح تاني العمود الثاني نتاع الورقة هو هذا، باقي غير هو دركا. تاني ندير فوقو 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دائما واش قلنا؟ نطلقوا خيط واحد فقط هكذا في الاول، بعد نعودوا بزوج خيوط، نجبدوا الخيط بالكروشي ونطلقوا زوج خيوطه مورانا هكذا 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 هكذا. هنايا واش قلنا دائما؟ هنا كملت هنايا هذيك السلسله اللي درنا فيها 3 وقفلناها بمنزلقه مرتين. هنايا واش ندير؟ شوفوا هنايا نروح لهنا امامها هنا هكذا، نشدها كيما هكذا هاهي. شو طبقتها انايا باش تساعدني باش نجبد الخيط تاعي كيما هكذا هكذا، ونقفل كشغل باش تبقى ديما هذيك شغل واقفه هكذا هكذا. دوكا واش ندير؟ ندير سلسله فيها 3، 1 2 3 ونروح دائما لقلب الورقه تاعنا كيما وريت لكم ونقفل هكذا. دوكا ندير سلسله فيها 3 7 ماي سيرين 7، 2 3 4 5 6 7 نقفلوه هنايا. شوفوا هنا هنا يعني شوفي هنايا ها هو لهنايا نقفلوه هنايا. دوكا واش ندير؟ دوكا هنايا بما انه يا اخي كنا نطلعوا بثلاث اعمده، دوكا راح ننتقلوا. شوفي هنا كملنا المرحله الاولى تاع الورده تاعنا، يعني كملنا هذه قلب الورده هذا هنا. دوكا وين راح نخدمو؟ دوكا نخدمو هنايا، نخدمو الورقه تاعنا هذه. باش نخدمو هذه الورقه قبل ما نروحو لهذه واش لازمنا نديرو؟ نديرو الاعمده تاعها، يعني شوفو واش نديرو. دوكا هنايا عندنا خلف هذه كنا نطلعو يخي بثلاث سلسله فيها 3 ونهبطو بسلسله فيها 3
نطلع بسلسلة باش نخدموا الورقة هذه، وممكن نخدموا هذه الورقة باش نرجعوا نهبطوا بسلسلة فيها ثلاثة ونلصقوا في نفس القلب هنايا. دوكا واش نديروا؟ شتو هنايا ها هي لا. دوكا واش نديروا؟ السلسلة اللي فيها ثلاثة هنايا نحكموها بماي سيغي هنايا هكذا، ونديروا السلسلة فيها ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة كيما هكذا. هنا واش نديروا؟ ها هي لا السلسلة اللي فيها ثلاثة تاني اللي هبطنا بها، هذه طلع هذه هبطنا طلعنا بسلسلة فيها ثلاثة ودرنا هذه الورقة، ومن بعد درنا هذه الورقة، ومن بعد هبطنا بسلسلة حق ما حكمناها في قلب الورقة هنايا تاع الوردة. دوكا هنايا واش ندير؟ تاني نحكم في هذه السلسلة من الخلفة هنايا، تاني نديرها ماي سيغي، يعني نحكمها كيما هكذا، كيما يعني تجي معنا كيما هكذا. هذه راهي من الخلف، يعني من هنايا شوفوا هكذا، هنا راهي هنايا سنو تشوفوا هاي هنا هكذا هنايا، يعني طلعنا بسلسلة وهبطنا بسلسلة فيها ثلاثة. أنا دوكا وين راني نخدم؟ نخدم هنايا، راني نحكم هنا بماي سيغي في الوسط هنايا شوف هكذا هنايا. دوكا شوفي دوكا بعد ما درنا هنايا سلسلة فيها ثلاثة هنايا وحكمنا بالماي سيغي في الأول في الأخير، دوكا واش نديرو؟ نديرو سلسلة فيها ستة، نديرو خمس سلسلة فيها خمسة عفوا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كيما هكذا خمسة. واش نديرو هنا؟ نلفو الخيط، نديرو عمود بلفتين هنا، نجو شوفو هنايا هاك الوسط هكذا في الماي سيغي هاديك، ونحكمو وين كنا دايرين سبعة هنايا، ونديرو هكذا عمود بلفتين، ولكن العمل تاعنا ما نقفلوش دائما، نخلوه هكذا ونزيدو تاني عمود بلفتين، نديرو عمود واحد اخر بلفتين، ولكن مش في نفس العين، في عين اللي امامو كيما هكذا في الماي سيغي الثانية هكذا، ونديرو كيما هكذا هاي. دوكا نقفلو مع بعضهم كيما هكذا هكذا. دوكا واش نزيد ندير؟ ندير تاني سلسلة فيها خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كيما هكذا. دوكا واش ندير؟ نرجعو تاني شت الورقة، هاي الورقة هذه هي الورقة شتيها. دوكا هنايا كنا طلعنا بسلسلة فيها ثلاثة ها هي لا، وهبطنا بسلسلة فيها ثلاثة يعني ها هي. دوكا أنا هنايا في السلسلة الأولى هنايا نحكم ماي سيغي هكذا، وندير سلسلة فيها ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، نزيد السلسلة دوكا ندير ماي سيغي في السلسلة الثانية ها هي لا الثانية هادي ها هي لا هكذا. شوفوا كيما هكذا شوفي شتي كيفاش هنايا، يعني هنايا هادي السلسلة اللي فيها ثلاثة طلعنا بخمسة، وهنا درنا داك العمود بلفتين، والسلسلة فيها خمسة وهكذا ماي سيغي ثلاثة وهكذا. ندير ثاني خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، فيها خمسة ثاني عمود بلفتين. شوفوا دائما نجيبو الوسط تاعهم كيما هكذا، هاي ماشي صعيبة، ها ديري غير كيما هكذا تبان لك هكذا عفوا عمود بلفتين وليس بلفة هكذا، يعني واحدة اثنان، ما نقفلوش العام نخلوه مفتوح هكذا، ونزيدو تاني نديرو ماشي في العين هذه المرة مع بعضاهم، وحدها هذه المرة يعني اللي أمامها هكذا، ونقفلو العمل تاعنا مع بعضها كيما هكذا. سمعنا دوكا نكمل هذا الصف كامل كيما هكا بهذه الطريقة، يعني ندير ماي سيغي ثلاثة ماي سيغي، نطلع بخمسة عمود بلفتين، ولكن فوق بنفس ما نقفلوش يعني بعين وحدة، وهنايا كل وحده وعوينتو يعني كل عمود في ماي سيغي وحده، ومن بعد نهبطو بخمسه وهكذا. دوك انا نكمل نعاود نرجع لكم هنا اخواتي بعد ما كملت هذه المرحله اللي خدمتها دركا كيما هكذا. دوك واش راح ندير؟ دوك هنايا باش نقفلوا العمل تاعنا واش نديرو؟ هنايا شوفي هنايا وين درنا غرزه تاع ماي سيغي، ودرنا سلسله فيها ثلاثه هنايا، ومن بعد غرزه تاع ماي سيغي وكملنا. دوك انا واش راح ندير؟ اولا نحكم العمل تاعي نربطه بمنزلقه كيما هكذا، يعني خلف الماي سيغي غير هنايا برك، هنا نعاود دوكا ندخل في السلسله اللي فيها ثلاثة ندير ماي سيغي كيما هكذا. دوكا واش ندير؟ ندير سلسله فيها ثلاثة وندير غرزة بيكو، واحد اثنان ثلاثة هكذا شوفي هكذا هكذا. واش ندير؟ ماي سيغي في الوسط تاني هكذا تجي معنا كيما هكذا. دوكا واش نديرو؟ نديرو السلسله دوكا هنا اولا قبل كل شيء نديرو ماي سيغي وحده، نحكمو العمل تاعنا مليح هنايا، ونديرو سلسله فيها اربعه، واحد اثنان ثلاثه اربعه. دوكا واش راح نديرو؟ الخامس نحطو هنا نحكمو العمل تاعنا به هنايا. دوكا نديرو سلسله فيها ثلاثه، واحد اثنان ثلاثه هكذا. دوكا باش نخدمو الوريقه تاعنا النصف تاع الورقه هذه نخدمو هنايا كيفو، يعني هنا دائما شوفي العمل واش قلنا نخدمو هكذا
نشدو هنايا العمود هذا لي بلفتين، نشدوه ونلفوا الخيط ونبداو نخدمو. شوفي، واحد، اثنان، هكذا، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. في هذه المرحلة الثانية تاع الوريضات هادوما، هنايا هنا كنا نخدمو تسعة، هنا ما نخدموش تسعة، هنا نخدمو عشرة، يعني نديرو عشرة تاع أعمدة. دوكا هنايا هنا نديرو عشرة، دوكا هنايا نشدو هكذا ونزيدو نديرو العشر هكذا، هنا كيما هكذا. دوكا واش نديرو؟ نلفو الخيط كيما قلنا وهكذا ونجبدو هكذا. شوفي هكذا نرمو خيط واحد اولا، وبعد نعودو تاني بزوج خيوطه. تسمى كامل غير في الاول فقط نرمو خيط واحد، وبعد نعودو نزيدو نرمو بزوج خيوطه. شوفوا نلفو الخيط اللي هنا على الكروشي، الكروشي ها هو، ولا شوفي ها لفينا على الخيط وجبدنا، نرمو زوج خيوطه هكذا. ماشي صعيبه، قلنا سهله هكذا. ديري سلسله فيها ثلاثه، واحد، اثنان، ثلاثة. شوفي وين قلنا تلصقي، اولا ديري المزيقه هنا. شوفي هنايا واحد، اثنان، ثلاثة، سافيه ثلاثة في الاولى هنا، هاي ما قلبت لا ورقة لا ما قلبت حتى حاجة. شوفي وجبت مزيقة. دوكا نفتح شغل، نفتح الورقة تاعي. شوفي ها هي الورقة تاعي كيما هكذا، وهنايا فوق فوق هنايا نحكمو ندخلو ونجبدوها، نجبدو نسنيتو هكذا كيما هكذا، باش تجي معنا هكا شغل واقفة. هذا ماك. دوكا واش نديرو؟ دوكا العمود الثاني هذايا تاني، دوكا نخدمو نديرو فيه عشر أعمدة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، وهذا العشر. عشر هاك. دوكا واش ندير؟ كيما قلت لكم خيط واحد الاول نرموه، بعد نعود نرمو زوج خيوطة هاك. شدي الورقة تاعك نورمال هكذا تساعدك هكذا. شوفي هكذا دائما، واش قلنا؟ قلنا هكذا كملنا هنا، نقلبوا العمل تاعنا. شوفي هكذا واش قلنا؟ قلنا هنايا شتي ها هي لهنا وين كانت السلسله تاعنا، هنايا حكمنا منزلقه هنا امامها فقط، ها هي هنا. شوفي نديرو هكذا، نهبطوها هاي باش تجينا سهله. شوفي هكذا وندخلو هنايا هكذا، نجبدو الخيط. شوفي ها هو لا جبدناه. شوفي عاد عندنا زوج خيوطه حكمنا باش نقفلو من الخلف، هذه من الخلف. دوكا نديرو سلسله فيها ثلاثه، واحد، اثنان، ثلاثة، رانا من الخلف هنا. ها قلبنا العمل تاعنا. شوفي كيما هكذا يجي العمل تاعنا كيما هكذا. دوكا واش نديرو؟ دوكا نروحو نقفلو. يا اخي قلنا نطلعو بهذه الوريقة، نطلعو بثلاثة ونخدمو هذه الوريقة، ونزيدو نطلعو بالوريقة ونهبطو بسلسة فيها ثلاثة. وكيما قلنا دائما في قلب الزهرة، في قلب هذه الوريقة. شوفي هنا يعني شوفي من الخلف، وهنايا ندخل هكذا الكروشي تاعي. شوفي ها هي نجبد الخيط تاعي ونقفل، تجي معنا الوريقه كيما هكذا. دوكا واش نزيد ندير؟ دوكا هنا نزيد نحكم ماي سيري وندير واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه. ندير سلسله فيها اربعه خاطر راني حكمت هذه بماي سيري. ثاني سبع خمسه، نزيد نحكم هنا ماي سيري هكذا في قلب هذه ماي سيري واللي فيها ثلاثة الأولى هنايا. واش ندير؟ ندير تاني واحد، اثنان، ثلاثة، نديرو غرزة بيكو هكذا ونقفلو ماي سيري هنا كيما هكذا. نكملها دوكا هنا تاني. واش ندير؟ نطلع بسلسلة فيها ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة،
أربعة، ندير السفية أربعة، نجي لهنا هنايا تاني الخامس، ندير السفية ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. يعني شوفي السلسلة بين هنا وهنا فيها خمسة، هنايا بين هنايا وهنا فيها خمسة، هنايا هكذا، وهنايا نحكمو ماي سيغي، نديرو غرزة بيكو ماي سيغي. دوك هنايا بما أني طلعت بين دي الوريقة الثانية، يعني شوفي نلفو الخيط هاي هنا نخدم فيه هادي هكذا، ماشي صعيبة سهلة، غير بشوية برك. هادي تنين، هادي ثلاثة، هادي أربعة، هادي خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. هنايا دوكا هاكا نفس الحكاية نكملها. هكذا بنفس الطريقة، في الأول فقط نطلقو خيط واحد وبعد عدو بزوج خيوطة، وهكذا هكذا. دوكا أنا ندير السلسلة فيها ثلاثة كذلك ونقفلها. دوكا هذه هي العمل، شوفوا الثالث هذا الأخير، هذا هو أنا نخدم دوكا في هذه الوريقة، وهنا نديرو قلنا غرزة بيكو، يعني هنا نخدم الوريقة. شوفي نحكمو في الأول هنا بماي سيغي، نديرو السلسلة فيها خمسة، نديرو ندخلو هنا في قلب هذيك ماي سيغي ثلاثة وماي سيغي، فوقها نحكمو ماي سيغي ونديرو غرزة بيكو وماي سيغي، نعاود نطلب خمسة هكذا. شوف نعاود نجو هنايا نحكمو تاني في فوق العمود، فوق العمود هذا الخامس، يعني نديرو الماي سيغي الخامسة. يعني شوفي طلعنا هنايا بربعة، الخامس هو اللي حكمناه فيه وخدمنا الورقة تاعنا. دوك انا نكملها كامل على هذه السيرة كامل، نعاود نرجع لكم.